يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع الفيديو السادس من سلسلة فيديوهات الصمغ العربي في البحث العلمي، ونتناول في هذه السلسلة شرح وترجمة للبحث العلمي. الصمغ العربي ليس فقط مادة صمغية يتم تناولها كغذاء، بل هو أكثر من ذلك بكثير. وكما ذكرنا سابقا، فقد عكف على عمل هذا البحث أربعة علماء، وهم ريانا مونتيجرو وماريا بويرو ولورينا فال وكلاوديو بورساريلي. الفقرة السادسة في البحث بعنوان الاستخدامات والتطبيقات، وهي تتحدث عن كيفية استخدام الصمغ العربي في الحلويات والمخبوزات ومنتجات الألبان والمشروبات وأيضا الكبسلة الدقيقة. وسنأخذ مقتطفات مما ذكر في البحث. وفي الفقرة 6.1 يقول البحث الآتي: يستخدم الصمغ العربي في العديد من المنتجات المتنوعة والتي تشمل العلكة واللبان والشوكولاتة والحلوى. ويؤدي الصمغ العربي في هذه المنتجات وظيفتين مهمتين، وهما تأخير أو منع تبلور السكر، بالإضافة إلى استحلاب الدهون للحفاظ على توزيعها بالتساوي في جميع أجزاء المنتج. أما في المخبوزات فيستخدم الصمغ العربي على نطاق واسع نظرا لانخفاض قدرته على طرد الرطوبة إلى الحد الأدنى. كذلك فإن قابلية الصمغ العربي للذوبان في الماء البارد يسمح بتكوين سوائل ومحاليل أكثر نقاء بالمقارنة بالمحاليل السكرية. أيضا يمتاز الصمغ العربي بقدرته على الحفاظ على الروائح والنكهات، لذا فهو يستخدم في صناعة الحلوى والكعك، كما يمنح الليونة عند استخدامه كعامل استحلابي مثبت. كما أن إضافة كميات صغيرة من الصمغ العربي إلى دقيق القمح أو دقيق الذرة فإنها تعمل على تحسين المخبوزات، وذلك نظرا لقدرة الصمغ العربي على الاحتفاظ والرطوبة، وهو ما يحول دون جفاف أو تصلب المخبوزات. الفقرة التالية عن منتجات الألبان، وهي كالآتي: يستخدم الصمغ العربي كعامل مثبت في المنتجات المجمدة كالآيس كريم، وذلك نظرا لقدرته على امتصاص الماء. ويتجلى دور الصمغ العربي في تصنيع هذه المنتجات بإكسابها القوام والملمس الناعم، وذلك من خلال منع تكون بلورات الثلج ورفع درجة حرارة الانصهار إلى أعلى نقطة ممكنة. والفقرة التي تلي ذلك هي عن المشروبات، وهي كالآتي: يستخدم الصمغ العربي كمستحلب في المشروبات مثل عصائر الحمضيات والبيرة ومشروبات الكولا، حيث تستخدم قدرة الصمغ العربي على تثبيت الرغاوي في صناعة المشروبات الغازية. والفقرة التالية عن الكبسلة الدقيقة، وهي كالآتي: بالنسبة لصناعة المواد الغذائية، تعد عملية الكبسلة الدقيقة عملية هامة جدا لتحسين الثبات الكيميائي للمركبات الحساسة، وذلك للسيطرة المطلقة على المركبات الخاضعة للكبسلة الدقيقة، وأيضا لإعطاء المادة الحرة خصائص معالجة على نحو أفضل. وقد أثبت ذلك العلماء أناندرامان ورينيسياس عام 86 وروزنبرج وشو عام 93. وينبغي أن تحافظ المواد المسؤولة عن عملية الكبسلة أو التغليف على المواد الخاضعة لعملية الكبسلة أثناء تصنيعها وتخزينها والتعامل معها، وذلك لإطلاقها في المنتج النهائي أثناء مرحلة التصنيع أو الاستهلاك. ولقد سهلت خصائص الذوبان وانخفاض اللزوجة والاستحلاب من استخدام الصمغ العربي باعتباره عامل مغلف يمكنه الاحتفاظ وحماية المواد النشطة كيميائيا، أو توابل الطعام ذات الرائحة المتطايرة، حيث أشار رينيسياس عام 86 إلى إمكانية استخدام الصمغ العربي في عملية الكبسلة على زيت البرتقال باعتباره مادة عازلة. ويستخدم الصمغ العربي بشكل أساسي في كبسلة الدهون نظرا لأنه ينتج مستحلبات مستقرة في حالة معظم الزيوت على نطاق واسع من الأس الهيدروجين. وقد قام بإثبات ذلك الباحثون كونين وبربوسا عام 95، وبالثبات الضوئي لصبغة البكسين الكاروتينية المغلفة على معظم السكريات المتعددة والقابلة للأكل. قد وجد الباحثون أن مادة البكسين المغلفة الموجودة بالصمغ العربي هي أكثر ثباتا بمقدار 3 إلى 4 مرات
مقارنة بمادة البكسين المغلفة بمادة المالتوديكسترين وبمقدار 10 أضعاف مقارنة بالمذيبات المتجانسة. الفقرة التالية هي عن تأثير الصمغ العربي كمضاد أكسدة، وهو موضوع الفيديو القادم بإذن الله. ضروري إنك تضغط على زر الجرس اللي تحت علشان توصلك كل الفيديوهات، ولو مش مشترك معانا يا ريت تشترك معانا وتدعمنا بلايك دلوقتي على طول علشان ما تنساش. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو العشب الوحيد حتى الآن الذي يعالج الفشل الكلوي والقصور الكلوي وارتفاع نسبة الكرياتينين وحالات أعرفها شخصيا، ويستخدم أيضا للتخسيس وعلاج التهاب كبيبات الكلى وضعف وهشاشة العظام وقرحة المعدة والسكري من النوع الثاني والقولون العصبي وجرثومة المعدة وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول والتهاب القولون والكبد الدهني والتهاب المعدة والنقرس والإمساك المزمن وأمراض أخرى يمكن علاجها تماما بالصمغ العربي الهشاب.